بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في ظل الكذب الكتير جدا اللي دلال علام كان بيقوله اثناء تعليمه في مباراه مصر وانجولا النهارده اللي انتهت 2-2، كان قال جمله حلوه جدا وعجبتني في نهايه المباراه. قال لك ان احنا منتخب فيه عناصر كويسه بس مش فريق مرعب، وبصراحه الجمله دي لخصت اللي انا عايز اقوله لك. انا عايز اقول لك حاجه مهمه، احنا قد يكون عندنا عناصر كويسه جدا في الدوري المصري وعناصر محترفه وعناصر عالميه زي محمد صلاح، بس هم كتيم الموضوع صعب شويه، الموضوع صعب شويتين كمان. فحته ان انت تختزل كل الفشل اللي كان موجود عليه منتخب مصر ان عبد الله السعيد كان مبوظ لعب المنتخب، فانت راجل ظالم، معلش انت راجل ظالم يا باشا، لان السوليه وعبد الله والنني ما كانوش شايفين اول 45 دقيقه في الملعب. النني دخل في الجيم بعد ما سجل الجول، انما النني وعمرو السوليه قبلها كانوا ضايعين. ليه بقى؟ لانك لو حبيت تتكلم على ابرز غيابات النهارده في منتخب مصر، بالنسبه لنا طارق حامد كان غياب غريب جدا، لان طارق حامد ستة كويس جدا، مش عايز تلعب طارق حامد ومستبعده، ابدأ بحمدي فتحي، انما النني والسولية مش كويسين في حوار ستة ده. فانت دلوقتي عندك مشكلة في نص الملعب، فانا لما ارمي الازمة بتاع اداء السيء على سنة العاب يبقى انا بهبد يا باشا. محمد شريف حتة ان هو يلعب جناح شمال، دي ناس كتير قوي بدأت تنسى ان محمد شريف كان جناح اساسا، ان محمد شريف مش مهاجم يا جماعة، محمد شريف كان جناح. هو حاطه النهاردة جناح وحط مصطفى محمد، ومحمد صلاح موجود. مفترض بقى ان احنا هننزل نعمل جيم هجومي، لان الكلام اللي بيتقال في الاسلوب التحليلي ان احنا بسم الله ما شاء الله بندور على تحسين التصنيف، اللي هو يابا انت واقف في حته اساسا ما حدش عارف انت فين. انت منتخب بتقدم كوره سيئه بقالك سنين كتير، فحته ان انت دلوقتي محتاج تصنيفك يكون كويس علشان خاطر الماتش الحاسم يجي لك مع منتخب ضعيف، لا انت هتكون اضعف من اضعف المنتخبات اللي داخله التصفيات الاخيره في كاس العالم. دي حاجة لازم نكون مصرحين فيها نفسنا، عشان خاطر لو لبسنا نبقى عارفين ونبقى خلاص مهيئين نفسنا على كده. انما انت توصلني للسماء وطموحاتي تبقى عالية قوي والفريق بيكون سيء، لا. والمشكلة مش في الفريق، عارف لو الفريق سيء وفي جمهور واقف في ظهره اقول لك عادي، انما احنا الحمد لله رب العالمين بتجات الزمالك بتهاجم اكرم توفيق على ضربة الجزاء اللي ما فيهاش اي حاجة، وبيتكلموا على طارق حامد لازم يلعب، ومش بيتكلموا على طارق ده عشان خاطر مصلحه المنتخب، ده بيتكلموا على طارق علشان خاطر الوان. والناحيه الثانيه بنتكلم على حته ان والله يا جماعه عبد الله السعيد سيء وما ينفعش يكون موجود جوه الملعب. والناحيه الثالثه بقى بتقول لك محمد صلاح ما بيأديش، اللي هو ده ايه المنتخب اللي ما عندوش فانز ده؟ اللي هو مين بيشجع منتخب مصر؟ طب عشان خاطر نوصل له الكلام اللي احنا عايزين نقوله، ان المنتخب محتاج وقت، وان كارلوس كروش شغله مش هيبدا يبان دلوقتي، لان المجموعه بتاع منتخب مصر اللي هي لعيبه الاهلي والزمالك اللي انت هتطبل لها دول، لما بينزلوا بيشوفوا اي جمهور وبيشوفوا اجواء صاخبه بيتوهوا اساسا. فشوف انت عمال تطبل للعيبه غريبه، اللي هو خلي بالك قفشه لو نزل النهارده هيكسر الدنيا. يا بابا عندي مشكله في نص الملعب، عندي مشكله في الدايره، مش مشكلتي في قفشه. يقول لك قفشه هينزل يسرع الاداء بتاعك، يا باشا انت هتمسك كوره اساسا، انت لعيبتك مش موجوده جوه الملعب. فانت لما تتكلم على حته ان قفشه هو اللي هيحل كل حاجه، لا قفشه ما كانش هيحل اي حاجه، السوليه والنني هم اللي كان فيهم مشاكل كتير. عبد الله لما اتغير ونزل حمدي فتحي الاداء تحسن ليه؟ لان حمدي سته محترم. انت فاهم القصه؟ حمدي سته محترم، فلما نزل الملعب بدا منتخب مصر ان هو يمسك كوره، وبدا يمسك كوره ايه؟ بعد ما لبس الهدف الثاني، يعني قبلها اساسا. لما سجل محمد النني زي ما قلت لك النني بدا يخش في الجيم وحمدي بدا يخش في الجيم والسولية جاي من بعيد، فبدانا نشوف ان منتخب مصر خلاص احنا جايين نجيب الهدف الثاني، احنا بنلعب على تعادل يا باشا، انا مش جاي هنا عشان اكسب. تغيرت مروان حمدي بعبد الله السعيد، اللي هو احنا هنلعب هجمات مرتده على اثنين بطاقه، اللي هو مصطفى محمد والناحيه الثانيه مروان حمدي، صلاح وشريف هم اللي فيهم الامل في الهجمات المرتده. طب يا جماعه تمام، بالنسبه بقى لاكرم توفيق اللي لبسنا ضربه الجزاء ده، اكرم توفيق ده هو اللي تعادل. ربك بقى لما يريد، يعني انت حبيت تلبسها اللعيبه عشان خاطر انتماءاتك، راح اللعيب ده هو اللي مسجل لك هدف التعادل، واللعيب ده كان يستحق ضربه جزاء لولا ان الحكم النهارده مش عايز يحسب لك اي ضربات جزاء. فانت الموضوع بالنسبه لي بيبقى صعب ان انا اتكلم على منتخب مصر، لان زي ما اتكلم معاك مش لاقي فانز لمنتخب مصر، انا بحس ان انا بتعب بس في المشاهده بتاع ماتشات منتخب مصر، اللي هو انا مش عارف اتكلم مع مين ومش عارف ان انا اقول لمين ان احنا مشاكلنا هنا ومشاكلنا فين، لان كل واحد بتتكلم معاه بيقول لك لا انت بتقول كده عشان خاطر ده لعيب في الاهلي ولا لعيب في الزمالك، وفي الاخر لما نصعد للتصفيات الحاسمه ونصعد للماتشين الحاسمين يقول لك تفائلوا. تفائل ايه؟ انت اساسا في مشاكل كتيره جدا موجوده في الفانز ومشاكل كتيره جدا موجوده في الفريق، فانت لما تيجي تقول لي تفائلوا يبقى انت بتشتغلني. القصه في الملعب وبره الملعب، وقصه محتاجه شغل المدير الفني. هل انت
هتوفر الوقت للمدير الفني عشان خاطر يشتغل مع الفريق ويبدأ الفريق ان هو يكون فريق فعلا جوه الملعب، ولا هتكمل بنفس الاعتماد على العناصر وتعتمد على محمد صلاح هيجيب لك النسخة بتاع ليفربول الفيرجن الحالية وهيكسر الدنيا في الملعب؟ طب نسخة ليفربول دي انت ما بتشوفش عليها ساديو ماني مع منتخب السنغال، ما بتشوفش عليها فيرمينيو لما بيروح منتخب البرازيل مع منتخب البرازيل، اشمعنى عايز تشوف عليها محمد صلاح لما بيجي معاك منتخب مصر؟ ما هو برضه خلينا عاليين شوية، محتاجين نرتقي؟ محتاجين نرتقي. هل القاعه امتلأ؟ لا يا باشا، لسه موجود دلوقتي ولسه في ناس بتغرف وعماله تنزل تحت، وفي ناس كتير قوي هتطلع تتكلم على المباراه، وفي عم رضا عبد العال اللي هو هيطلع يهبط في اي حاجه، وفي الاخر كلهم مش هقول لك الحقيقه ان احنا فريق مهلهل ومنتخب سيء واعلام اسوأ والمنظومه كلها منظومه من الهلال 60 نيله. فاهم القصه؟ هل احنا مرشحين ان احنا نصعد كاس عالم؟ لا، احنا من اضعف الفرق اللي موجوده في التصفيات الجايه. فحته ان احنا مرشحين بقوه ان احنا نوصل كاس عالم، مرشح لها حاجه. الحاجه الوحيده اللي بصيت من النهارده هي ان محمد صلاح وصل لمرحله ان هو خلاص بقى ايكون، وكل الناس بتدور على الصور عليه، بتصور معاه. دي لقطه عجبني جدا توقف الماتش عشان خاطر في ناس عايزين تصور مع محمد صلاح. دي بصراحه الحاجه الوحيده اللي كيفتني في الماتش. انت بقى ايه اللي كيفك في الماتش؟